اخر كلام كنقول با هادشي اللي دار راه الحشومه عليه، ولكن واخا نقول انا هاد الكلمه هي اللي مسيره الشغل، هاد السيده هي اللي مسيره الشغل، هي اللي مسيره الشغل. الله ياخذ بها الحق، الله ياخذ بها الحق، خص الله ياخذ بها الحق، خصك خصها هي دير بين حساب راه كاين الموت، والله سبحانه وتعالى ربي كبير سبحانه وتعالى، وحنا كنفتخروا بسيدنا الله ينصرو، سيدنا الله ينصرو حنا كنفتخروا به، كنفتخروا بسيدنا الله ينصرو باش يشوفوا هادشي بعين الاعتبار. انا تشرفت انا وليداتي، تشرفت انا وليداتي، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. شكرا. دابا انا با كيطلع كيتهدد عليا وكيقول لي غتخوي من الدار ولا غندعيك عند وكيل الملك. السلام عليكم. مصطبق مزداد 1964، مدينه المحمديه، السكنه ديالي ضرب الريا جوج. المشكل اللي عندي الاخ ديالي الله يجازيك بخير، انا عندي واحد مرت الاب طعنت في كل شيء ودات كل شيء، داك الشيء كاع اللي كان كيملك الاب ديالي كله داتو، استغلت الفرصه، استغلت نقطه الضعف ديالو، هو مريض في 80 عام، استغلت نقطه الضعف ديالو وكتب لها نصف الدار، وانا ساكن بالصح دابا كيهنوني باش انا نخرج من الدار. واول حاجه الاخ خالد الوالده عندي انا توفات 10 سنين باش ماتت، والوالده عندي انا هي اللي دارت ديك الدار، حيت الاب ديالي ملي خات الاب ديالي ما كان كيملك والو، الوالده عندي كابحات معاه وناضلات معاه، وحنا كنا خدامين معاه، الوالد ديالي كان مقاول، حنا كنا خدامين معاه، ما كانش كيخلصني الاجره ديالي، ما كانش كيعطيها ليا، كنت انا خدام معاه بالكرش ديالي. ومني واحد الدري خويا غابر مده 1983 مشى في الطريق ديالو، هو مشى باش يشوف الخدامه، خويا كان هو المدير ديال الشركه ديال المقاوله. ودابا الاخ خويا خالد انا دابا غادي نتلاح الزنقه وعندي 5 الوليدات، ولا يعقل. وهذا النداء، هذا النداء انا خاصني نبلغو، كنبغي نبلغو لصاحب الجلاله الله ينصرو، لان صاحب الجلاله هو الاب ديال الناس دراوش، الناس اللي غيتشردو هذاك هو الاب ديالنا، هو خونا، هو بانا، هو كلشي. كنطلب منه ومن الله سبحانه وتعالى باش ياخذ لي الحق ديالي من هاد السيده. هاد السيده عندها 2 الوليدات في اسبانيا من الفلوس ديال الرهينه، وواحد هو باقي معاه هنا عايش معاها في الدار. وعلاش هاد السيده استغل نقطه الضعف ديال الاب ديالي وكتب لها 50% ديالها هي، ما ضربتش هي فيها تماره، انا الام ديالي ضربت فيها تماره، وانا ضربت فيها تماره، انا كنت خدام معاه وضربت فيها تماره. هاد السيده استغلت نقطه الضعف ديال الاب ديالي، حوزت على كل شيء، دات كل شيء، ما خلاش لينا حنا فين نتحركوا. وانا هاد الناس كيطعنوني في ظهري وكيقول لي خرج لينا من محلنا، انا فين غنمشي؟ تاجات المحكمه، المحكمه قالوا لي من حقه، تاجات مشيت عند استاذ وكيل الملك، دخلت عنده وقلت لي با كبير في السن، قال لي واش عندك شهاده طبيه بانه ما كيسمعش، قلت لي لا ما عنديش، عندي الله سبحانه وتعالى. قال لي هذا الشيء سيدي المحامي، وانا الحاله ضعيفه، انا ما عنديش حالة ضعيفة، أنا نهار كنصور 1000 ريال، نهار ما كنصورش، وعندي 5 الوليدات، أنا فين غادي نمشي غادي نتشرد أنا وهاد الوليدات ديالي؟ وهي كتقول لك، كتقول مادام عندي أنا راجلك، لا قولي لراجلك نعطيه 2 المليون ويمشي يرهن بها. واش أنا هذيك الدار كنسال بها أنا عايش 3 المليون؟ هذيك الدار ما كنسالش بها أنا عايش 3 المليون، أنا ما باغيش نخرج من الدار ديالنا، باغي نبقى ساكن في الدار ديالنا، وتا أنا يعطوني واحد الحق ديالي، نبقى ساكن في الدار ديالنا ومعايا الاخ ديالي، حنا جوج الناس ساكنين في الدار، كاين انا وخويا. وهي الوقت اللي دوا مع الدراري خوتي قالت لهم انا وحق ولادي فينا هو؟ ولادك راه في اسبانيا، ولادك مسك عليهم الله، ولادك ما محتاجينش، ولادها ما يبغيوش دير هاد الشيء، هاد الشيء ما يبغي لا ربي لا عبده. وكنطلب منك يا صاحب الجلاله، ها صاحب الجلاله الله ينصرك، وانت راك الاب ديالنا وكتبغي الدراوش وكتوقف مع الدراوش، انا دابا غادي نتشرد انا ووليداتي، ما عندي فين غادي نمشي،
غادي نمشي نكري بيت ب 1000 درهم، ماشي باستطاعه ديالي انا باش نكري بيت ب 1000 درهم، وانا نهار كنصور نهار ما كنصورش، يعني غادي نتسرد انا للزرقاء. راه هكا باش كيوقع الاجرام. الله يجازيكم بخير، انا بغيتكم تشوفوا من حالي، وهاد السيده اللي نصبت على الوالد ديالي برا راجل كبير راه فايت 80 عام ما بقاش عنده حق يدير شي حاجه. شوفوا عباد الله، الناس ديال المحمديه راكم كتعرفوني وكتعرفوا الام ديالي، انا الام ديالي ماتت الله يرحمها، انا الام ديالي عشيت با ما عطانيش 50 فرنك، 50 فرنك ما عطاهاش ليا اكثر من 10 سنوات ولا حبس طح. انا اللي كنصرف على امي، كنصور 1000 ريال كناكل انا وامي. هذا مني بغى يلوحني انا، وانا جيت لعندو مني بغيت نتزوج، جيت لعندو قلت ليه براني باغي نتزوج، ومشى معايا وخطب ليا، هو اللي خطب ليا بالاذن ديالو، وجبت المرأة بالاذن ديالو للدار، وانا دابا 17 عام باش انا مزوج، وعندي 5 الاولاد، جوج دراري مزوجين، ولاد المرأة الاولى، هادو ولاد المرأة الثانية، عندي 3 الاولاد بكلشي باقي صغير، فين غادي نمشي انا؟ مني بغي يلوحني نهار جيت لعندو بغيت نتزوج، يقول لي لا سمح لي، لا سيدي باغي تتزوج، اه سي قلب على راسك، وندير حل لراسي، ماشي تنغرق ولاد، والحالة ضعيفة، المصور ما كاينش، باش غادي نعيش انا ووليداتي، ها عباد الله راني تشرت. واش عندك شي مشكل معاه ولا؟ ما عندي معاه حتى شي مشكل. ما بغاتناش. واش كاين شي مرت الأب؟ كتبغي الربيب ديالها. هر ماشي غير انا بزاف وبزاف 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 ديال الناس طاري لهم بحال هذا المشكل، انا راه ما عندي فين نمشي، انا راه تما، انا راه غنموت تما، تما غادي نموت. خوتك اش كيقولوا في هذه القضيه؟ الاخوان ديالي في اسبانيا اش كيقولوا في هذه القضيه؟ الاخوان ديالي في اسبانيا راه مع امهم، راه غيتبعوا الحق، غيتبعوا امهم، ما غيتبعونيش انا. الاخوان ديالي في اسبانيا راه غيتبعوا امهم، ما غاديش يتبعوني انا. وعندي الدري خويا غابر مدة 1983، محمد كاع بخبارها، وخويا كان خدام معاه. باقي ما بانش حاليا، خويا كان خدام معاه. ها هو دابا ولاد خويا تما شردهم بالحق ديال باهم. واش الله سبحانه وتعالى يقول هكا؟ الله سبحانه وتعالى ما يقولش هكا. وانا راه كنهضر براسي عريان. انا راه ماشي كنكذب. انا كنسكن في الرياض جوج. الناس كلهم ساقوا هذا الخبر وكلهم تأسفوا، ولكن اش غيديروا مساكن؟ ما عندهم ما يديروا. اش غيديروا مساكن؟ ما عندهم ما يديروا. دابا انا با كيطلع كيتهدد عليا وكيقول لي غتخوي من الدار ولا غندعيك عند وكيل الملك. انا با اكثر من 10 مرات وكيديني عند وكيل الملك، كيقول وكيل الملك هذا السيد راه كيصوتني. انا ما كنضربش با، انا ماشي مسخوط، حيت انا ضربت با حتى انا ولادي غيضربوني، وكيطلع يتهدد عليا وكيقول لي خرج من الدار ولا غنديك عند وكيل الملك. فين غنمشي وانا ولادي باقيين صغار؟ فين غنمشي وانا 57 عام في عمري دير عمليه على الفدق؟ فين غنمشي انا باقي كنتلاح؟ فين غنمشي انا؟ ما بقاش نقدر على تمارة. هذا السيد هذا راه الاب ديالي، حشومه عليه من جنوب الله سبحانه وتعالى، وحشومه على السيده اللي دارت هذا الشيء. لان السيده خصها تخمم الله سبحانه وتعالى، وتخمم لي انا، وتخمم لخويا اللي باقي معايا في الدار، وتخمم اللي عندي وليدات كي ولادها كي ولادي. رساله كنوجه للوالد ديالي، هادشي اللي دار راه ماشي معقول، وخاص الوالد ديالي انا، الوالد ديالي انا ما كيتحكمش في راسو، هي اللي كتحكم فيه، هي اللي قالت لي زيد قالت لي وقف، ومشات لبن سليمان، هاد العدوله ديال بن سليمان ماشي العدوله ديال المحمديه، العدوله ديال بن سليمان جاو في الطوموبيل وهزوا با في الطوموبيل وداوه وكتبوا داك الشيء اللي بغات هي، لان لا يعقل. علاش؟ واش كاين شي حق هذا؟ واش هذا شي حق عباد الله؟ واش انا ماشي ولد البلاد؟ واش انا ماشي 57 عام وانا معاه في الدار؟ تعرفك مصطفى البصار، واش انا ماشي ولد البلاد عباد الله؟ واش انا ماشي حشومه على هذا الراجل اللي بغى يلوحني للزنقه؟ من بغى يلوحني للزنقه باقي انا الزوفري، يقول لي سير بحالتك، راني دابا درت محل ديالي، دابا فين باقي غندير المحل؟ في غادي نمشي؟ والناس ديال السيكتور ديال الحومه كيشهدوا بانني انا وخويا ضاربين معاه تماره. هاد السيده مني جات للدار لقاتها مبنيه، لقاتها واقفه، ماشي جات للدار ودارتها،